السلام عليكم دكتورة سقلي، حنا في مدرسة سيدي الحسن في مقام الطلبة ناحية تفلت. غادي نقوموا في هذا النهار مبادرة تطوعية ديال المساعدة الطبية للساكنة اللي هنايا. غادي نشوفوا، أنا بدوري طبيبة النساء والتوليد، غادي نشوفوا النساء الحاملات، غادي نحاولوا نبدلوا فحوصات، وكاين كذلك فحص ديال تشخيص السرطان بطريقة مبكرة، يعني ديبيستاج كونسير دو كول، وكذلك أمراض الثدي. معنا هنايا واحد المجموعة ديال الطاقات المهنية من ساشفا، من فرمليات، من أطباء ومن الجمعويين، غادي نحاولوا نبدلوا شي خدمة اللي تصلح المواطنين والمواطنات اللي هما محتاجين لهذا النوع ديال المبادرات. يعني هذه هي الطريقة باش نتقاربوا من المواطنين ونعرفوا الحاجات ديالهم، ونحاولوا نبدلوا شي خدمات اللي تكون في المستوى إن شاء الله.